احنا عارفين انه القبائل السنوية هي قبائل الحقيقة يعني وطنية محبة لهذا البلد، بتقدم حتى ولادها دايما وبتشارك وبتتلاحم بشكل كبير. خليني اروح لقبيلة السواركة بسيناء واخد يعني ناخد ايضا احد عمد هذه القبيلة عبد القادر مبارك من ابناء قبيلة السواركة. مساء الخير يا فندم. شيخ عبد القادر مساء الخير. على مشاهدينا الكرام. شيخ عبد القادر، كلمني عن التعمير، كلمني عن التلاحم، كلمني عن التعمير لما بدأ يعني يمد ايده الى سيناء، يعني كان التلاحم ازاي ما بينكم وما بين يعني هذا التعمير ودوركم؟ دائما يا سيدتي، هو دور ابناء القبائل ضد اي عدوان يحل بالبلاد، وابناء سيناء دائما تقدم ملحمه تاريخيه مع جيشهم وقواتهم المسلحه في اي عدوان. وابناء سيناء الان هم على اثر اجدادهم وابائهم عندما حرروا سيناء من دنس العدوان والاحتلال الاسرائيلي لسيناء، فكانت ملحمه قدموا فيها تضحيات كبيره وعظيمه من اجل الوطن مصر، لان الوطن مصر هو يعيش في قلوبنا وقلوب ابناء سيناء. نحن نقدم، لا نقدم شعارات ولا نقدم كلاما، ولكن نقدم افعال. هذا هو تاريخنا، تاريخ ابناء سيناء تاريخ وطني، وهم الرقم الصحيح في معادله الوطن، وسيظلون دائما شوكه في حلق اي عدو. ابناء سيناء قدموا تضحيات في السابق عندما حرروا الارض من دنس الاحتلال الاسرائيلي. هم ايضا كان لهم دور بطوليا عظيما كبيرا في سيناء ضد الارهاب الذي حل بالبلاد منذ ان تولى الاخوان الحكم في مصر، حتى ان ابناء قبيله السواركة استشهد خلف البنيعي واولاده الثلاثه، وايضا الشيخ نايف ابو قبال ويوسف وعمر من ال جغمان من السواركة ويحيى جبر، كل هؤلاء قدموا تضحيات شهداء قدمهم الوطن من اجل، مما دعا الى ان تم تاسيس اتحاد قبائل سيناء برئاسة المهندس عبد الرحيم العرجاني وكثير من أصدقائه ورجال سيناء الأوفياء الأبرار الذين قدموا التضحيات من أجل هذا الوطن، وكونوا اتحاد سيناء الذي كان وكون المثلث. والمعادلة الصعبة هنا هي الجيش والشرطة واتحاد القبائل من أبناء سيناء، فاستطعنا من خلال تلاحمنا مع قواتنا المسلحة التي هي معادلة لا يمكن أي أحد أن يقترب منها، حتى حررنا الأرض من دنس الإرهاب. فقدمنا شهداء كثيرا. سالم لافي أحد أصدقاء ومؤسس اتحاد قبائل سيناء استشهد وهو يحارب الإرهاب كتفا بكتف مع قواته المسلحة. إذن أبناء سيناء قدموا تضحيات وقدموا الكثير من أجل هذا الوطن، فيأتي المرتزقة من الخارج الذي يستأجرهم أعداء الوطن ليهاجموا أبناء سيناء واتحاد قبائل سيناء وأبناء سيناء الذي حربوا على الإرهاب. أقول لهم هيهات هيهات، فشلتم وستفشلون دائما أكيد. ستفشلون دائما أن تفرقوا بيننا وبين قواتنا المسلحة. مش هيحصل أبدا شيخ عبد القادر. يعني أكيد ده مش هيحصل، وكل اللي حضرتك ذكرته وشهدائنا من قبائل السواركة هم أبناء مصر أبناء سيناء، وهذا التلاحم ما بين القوات المسلحة والشرطة والقبائل السيناوية أكيد وأبنائها هو دم واحد في النهاية، كلنا مصريين. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وهتفضل الدم المصري دايما واحد. بلدنا كبيرة وبلدنا جميلة، وحتى وإن اختلفنا عن بعض ولكن في النهاية هو تلاحم كبير من أجل هذا الوطن